بنا ومتابعينا ومتابعي قناة ون نيوز أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. وننقل لكم واحدة من مباريات المجموعة الأولى في بطولة خليج 25 في البصرة ما بين المنتخبين العزيزين، المنتخب العماني بمواجهة المنتخب اليماني هنالك في ملعب جذع النخلة الدولي في مدينة البصرة الحبيبة. أحبة المشاهدين، نتحدث عن تشكيلة المنتخبين. في البداية نأتي بتشكيلة المنتخب العماني بحراسة المرمى إبراهيم المخيني، وبخط المدافعين أحمد الكعبي وجمعة الحبسي وأحمد الخميسي وأمجد الحارثي، وفي خط الوسط جميل اليحمدي وحارب سعدي وزاهر الأجبري وأرشد العلوي وعصام صبحي، وفي خط المقدمة المنذر العلوي. بينما تشكيلة المنتخب اليمني اللي تأتي بسالم الهارش وعمر الجديمة ومدير عبد ربة وهارون الزبيدي وأحمد الوجيه ومحمد الطيري وأنس المعاري وناصر محمدو وعبد الواسط عبد الواسع المطري وعمر الداحي وأحمد ماهر. إذن هذه هي تشكيلة المنتخبين الذي أضعناها أمامكم على الشاشة، بينما سنتحدث عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير هذه المباراة من دولة الكويت، الحكم الأول السيد عبد الله جمال والمساعد الأول عبد الهادي العنزي من الكويت، أيضا المساعد الثاني هنالك أيضا المساعد الثاني طبعا الحملاوي السيد علي من الجزائر، والحكم الرابع الجير تاتاشيف من أوزبكستان، ومسؤول حكام الفار السيد رضوان جيت من المغرب. إذن كل التوفيق للطاقم التحكيمي وللمنتخبين من خلال هذه المباراة. نتمنى أنا وإياكم أن نستمتع من خلال هذه المباراة المهمة، واحدة من مباريات جميلة، واحدة من المباريات الجميلة. طبعا تحدثنا كثيرا على افتتاح بطولة أو افتتاح المهرجان الكروي هنالك في البصرة، وهنا سكوب واحد من المدربين اللي قاد المنتخب الأولمبي العراقي اليوم، وعندما تحدث كثيرا وقال أن المباراة ستكون صعبة أمام المنتخب العماني، لكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم. وتحدث كثيرا وقال أني مبتسم وفرح جدا بوجودي للمرة الثانية هنا في الأراضي العراقية، لكن في هذه المرة وهو يقود المنتخب اليماني السعيد بتدريب أول منتخب عربي المنتخب العراقي. كرة اللعب على بركة الله تعالى تنطلق صافرة الكويتي السيد عبد الله جمال لبداية شوط المباراة الأول. تعود الكرة لمصلحة المنتخب اليماني إلى عبد الواسع المطر، يحول الكرة على الجهة البعيدة ممكن تسديده ولكن ضعيفة وتروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب العماني. أبناء السلطان قابوس اللي لعبوا المباراة الماضية أمام المنتخب الوطني العراقي وبالتالي تعادل أمام منتخب بدون أهداف، بينما المنتخب اليماني السعيد في المباراة الأولى لم يكن سعيدا بعد تلقي الخسارة الأولى من خلال هذه البطولة أمام السعودي الشاب بهدفين مقابل لا شيء. والله عاد هو قدم مباراة كبيرة للعمر في المباراة الماضية لكن كان ينقص له الحظ وبالتالي خرج المباراة بخسارة الأولى بهدفين دون رد. كرة تروح إلى خارج الملعب وإلى رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة الأحمر العماني اللي يحاول من خلال هذه المباراة، وعبد الله جمال يوجه اللاعبين من خلال هذه اللحظات. ركنية أولى لمصلحة المنتخب العماني، أحمد الكعبي على التنفيذ للأحمر العماني، أحمد الكعبي على التنفيذ لهذه الكرة. نتمنى أن نشاهد أهداف من خلال هذه المباراة، وأعتقد أنه سنشاهد أهداف من خلال هذه المباراة، أعتقد أنه ستكون غلبة الأهداف حاضرة في هذه المباراة. كرة لعب عالية خطيرة وجول، جول
العماني، وأول أهداف المباراة يأتي لمصلحة العمان، لمصلحة الأحمر العماني. وبالتالي أعتقد جمعة الحبسي هو من سجل أول أهداف المباراة في هذه اللحظات، وبالتالي الطلقة الأولى للمنتخب العماني وأول أهداف المباراة في هذه المباراة. أو هنا خلينا نشوف من اللي سجل هدف هذه المباراة، لكن يعني أكيد المنتخب العماني اللي يأتي بأول أهداف المباراة. شوف الكرة الماضية، أو هنا ماذا حدث؟ حكم المباراة وسيذهب إلى تقنية الفار، وهل سيحتسب الهدف أما سيلغى؟ خلي نشوف، خلي نشوف ماذا لديه عبد الله جمال الكويتي، ومن اللي يغبي عنا من خلال هذه المباراة. إذا بالفعل هدف يحتسب لمصلحة المنتخب العماني عن طريق فادي، وبالتالي الرقم 2 لمصلحة المنتخب العماني اللي يأتي بأول أهداف المباراة من خلال هذا. طبعا أكيد يعني اللي سجل أول أهداف المباراة، وبالتالي أعتقد خطأ دفاعي وكرة لعب خطيرة للمنتخب اليماني، ولكن تبعد 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 الكرة الماضية وتعود مرة أخرى. عمر الجديبة هو من يعني أدخل الكرة في شباكة بخطأ من دفاعي طبعا، وبالتالي تعود الكرة للمنتخب اليمني اللي يقدم بطولة جيدة للتاريخ. وبالتالي للأمانة سنتحدث عن المنتخب العماني بعد أن قدم أداء كبير في المباراة الماضية أمام المنتخب السعودي، لكن نتمنى في مباراة هذا اليوم ونتمنى أن يكون حاضرا في هذه البطولة. أحبتي المشاهدين، محبينا ومحبي ومتابعي قناة وان نيوز، أينما كنتم سنكون معكم بنقل المباشر لجميع بطولة كأس الخليج العربي لنسختها الرقم 25 المقام أحداثها حاليا في الأراضي العراقية، وتحديدا في مدينة البصرة، مدينة السمراء، مدينة السمراء. شوف الكرة الماضية، وهنا بالتالي أول أهداف المباراة يأتي لمصلحة المنتخب العماني في هذه اللحظات، وبالتالي هدف أول يأتي للمنتخب العماني. نتمنى أن لا يكون أول هدف ولا يكون آخر هدف من خلال هذه المباراة، ونتمنى أن نشاهد أهداف كثيرة سواء كان للمنتخب العماني أو للمنتخب المنتخب اليمني. لكن علينا في البداية التفكير بمباريات هذا اليوم، منتخب عمان بمواجهة اليمن هناك وجها لوجه في ملعب الجذعة في ملعب جذع النخلة الدولي في البصرة، وبعد ذلك سيلتقي منتخبنا الوطني العراقي في الساعة 7:15 بتوقيت بغداد أمام المنتخب السعودي. أطامح بكي يكون واحد من نجوم هذه البطولة أو واحد من المنتخبات اللي يحرز هذه البطولة ويطمح أن يكون بطلاً لهذه البطولة للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن حصد هذه البطولة 3 مرات. ونتمنى أن نكون أول أو نكون يعني نفك الشراكة بين المنتخبين السعودي والمنتخب القطري اللي طبعاً أيضاً يأتون ب3 ألقاب مع المنتخب العراقي. والمنتخب الكويتي هو المنتخب العميد، منتخب عميد طبعاً عميد هذه البطولة بإحرازه ل10 بطولات في طبعاً جميع البطولات الماضية. لكن في هذه المباراة نتحدث وكلما تحدثنا، وبالتالي يعني نتمنى أن نكون، شوف هذا هو الهدف الثاني، هدف الأول عفواً اللي أتى لمصلحة المنتخب العماني على المنتخب اليمني. هذا اليمني سعيد والله، هو طبعا يعني غير سعيد في هذه المباراة وحتى في المباراة الماضية. أحمد خليفة الكعبي اللي أتى في طبعا بأول أهداف المباراة للمنتخب العماني.
أول أهداف المباراة كما تحدثنا عن طريق أحمد الكعبي في هذه المباراة، وبالتالي واحد من الأهداف السريعة في هذه البطولة. نتمنى أن نشاهد أهداف أخرى لواحد من المنتخبين، سواء كان المنتخب العماني أو السعيد اليماني. الجماهير اليمنية اللي تنتظر طبعا هذا اللقاء، كما تحدثنا أن المنتخب اليمني يعني المنتخب العماني حقق هذه البطولة مرتين، بينما اليماني لم يحصل أي بطولة لحد الآن. المنتخب اليماني وجميع المنتخبات اليمانية سواء كان المنتخبات الفئات العمرية أو المنتخب الأول، يعني لم يحصل أي بطولة، فقط المنتخب اليمني للناشئين يومها عندما فاز كرة اللعب خطيرة ببطولة كاس غرب آسيا الماضية في الأراضي السعودية، وبالتالي خرجوا الملايين من الجماهير اليمنية والشعب اليمني وهم فرحين بإحراز لقب هذه البطولة ولأول مرة في تاريخ الكرة اليمنية. نتمنى أن نشاهد المنتخب اليمني بأحلى صورة. منتخب اليمن عزيز على قلوب العراقيين وعزيز على قلوب كل العرب. أتمنى أنا شخصياً إن لم يكن المنتخب العراقي يحصل لقب بطولة كأس الخليج في هذه النسخة، كنت أتمنى أن المنتخب اليمني أن يحقق طبعاً هذه البطولة. إن لم يحقق المنتخب العراقي، يعني طموحين جداً بكي نشاهد المنتخب اليمني. لا والله، اعتقد الحارس المرمى هو من ادخل الكره بالخطا، لكن الهدف يحتسب للاعب المنتخب العماني واللي هو طبعا احمد الكعبي اللي ياتي باول اهداف المباراه لمصلحه المنتخب العماني. وبالتالي يعني هذه المباراه واحده من المباريات ليعشق الجماهير اليمنية، وبينما المنتخب العماني في هذه المباراة إذا ما حصل على 3 نقاط سيكون منتخب متكامل، سيكون منتخب قد يحتاج إلى نقطة واحدة أمام الشعب السعودي في المباراة المقبلة ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور المقبل، بينما المنتخب العراقي مطالب بالفوز على المنتخب السعودي في مباراة هذا المساء. لو لا سمح الله خسر المنتخب العراقي أمام المنتخب السعودي، خلص أعتقد بشكل كبير. كرة خطيرة، جول، وحكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب اليمني، ركلة جزاء للمنتخب اليمني. أحمد حكم المباراة الكويتي عبد الله جمال اللي يحتسب ركلة جزاء في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب اليمني. وبالتالي أعتقد سنشاهد يعني في هذه المباراة إذا ما سجل المنتخب اليمني سيكون أول أهدافه في هذه البطولة، كون المباراة الماضية أيضا اللي خسر أمام المنتخب السعودي بهدفين مقابل لا شيء. ركلة جزاء لمصلحة المنتخب اليمني، وبالتالي لاعب عبد الواسع المطري على التنفيذ، ودعوات من لاعبي المنتخب اليمني بتسجيل اول اهداف المباراة. والله عاد هذا الحارس ابراهيم المخيني واحد من افضل الحراس في الخليج لركلات الترجيح، وهو دائما ما يريد ركلات الترجيح، واذا ما سجل اللاعب عبد الواسع المطري سيكون لاعب من طراز أول في تسجيل كرات ركلة جزاء، كون أمام هذا اللاعب حارس مميز. إذن من سيكون في هذه اللحظات؟ عبد الواسع المطري أم الحارس إبراهيم المخيني؟ عبد الواسع وسع المطر، وسع اليمن، خطيرة، جول، الله الله، المنتخب اليماني السعيد، المنتخب اليماني السعيد في هذه اللحظات.
عبد الواسع المطري يسجل أول أهداف المنتخب اليمني والهدف التعادل بعلامة جزاء. شوف الكرة الماضية، الله على التسديدة والله على الهدف الجميع، وعبد الواسع المطري وفي جو ممطر هنالك في البصرة يمطر على المنتخب العماني ويسجل أول أهداف المباراة في هذه اللحظات للمنتخب اليمني. إذن 1-1 الطلقة الأولى كانت للمنتخب العماني، بينما سجل المنتخب اليمني بالدقيقة 12 عن طريق اللاعب عبد الواسع المطري، وبالتالي ليأتي بهدف التعادل في هذه المباراة 1-1. ونحن في الدقيقة 13 تذكرت كثيرا وقلت أن هذه المباراة سنشاهد أهداف، وشفنا المباراة وبالتالي هدفين في وقت مبكر، هذا يعني أنه ستكون هذه المباراة واحدة من أجمل المباريات إطلاقا في هذه البطولة ولحد الآن. هدف التعادل يسكت جماهير المنتخب العماني، وبالتالي فرحة كبيرة، وأعتقد هنالك ستكون فرحة كبيرة في طبعا في المدن اليمنية بتسجيلهم لأول هدف في بطولة كأس الخليج، سيكون هدف. وسيتكلم هذا اللاعب عبد الواسع المطري في يوم من الأيام لأحفاده ولأولاده، وبالتالي سيقول لهم أني أول لاعب يمني سجلت في بطولة كأس الخليج برقم طبعا 25 هنالك في أو هنا في الأراضي العراقية، وبالتالي سيكون فخورا جدا كون واحد من اللاعبين اللي سجل في شباك المنتخب العماني، أحمر العماني المطالب والمنتخب المرشح لنيل لقب هذه البطولة، المنتخب العماني والمنتخب البحريني، بينما المنتخب العراقي أيضا هو الآخر. ولكن في هذه البطولة استغربنا وشاهدنا نتائج يعني غريبة عجيبة، المنتخب القطري بالتشكيلة أو بمنتخب يعني بلاعبين جدد وبمنتخب شاب حقق الفوز على الأبيض أو طبعا حقق الفوز على الإمارات، وأيضا يعني أو حقق الفوز على الكويت عفوا بهدفين للا شيء، وبينما فاز المنتخب السعودي الآخر على المنتخب اليمني بهدفين دون رد. هذه المباراة ستكون مباراة مهمة جدا. نعم أحبة المشاهدين، هذه البطولة من نسخة رقم 25 اللي تقام أحداثها حاليا في الأراضي العراقية، وتحديدا في طبعا ملاعب بصرة في مدينة البصرة الحبيبة. أكيد نتمنى يعني أن لا تكون آخر بطولة حيث تقام طبعا في الأراضي العراقية، نتمنى أن تكون بطولات أخرى، وهذا ما يعني تكلموا به الكثير من المسؤولين أنه بإذن الله تعالى يعني بعد هذه المباراة سنحاول أن يعني نحصل على بطولة كأس أمم آسيا المقبلة في الأراضي العراقية. عرضية خطيرة لمصلحة المنتخب اليمني ممكن في هذه اللحظات تروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية لمصلحة اليماني. اليماني سعيد في هذه اللحظات، سعيد بتسجيل أول أهداف المباراة، سعيد كل ما كان لديه في هذه المباراة، ونتمنى أيضا يعني أن يكون رد حاضر في هذه المباراة. نتمنى أن نشاهد أهداف أخرى، لأن الأهداف يعني صراحة بيني وبينكم الأهداف دائما ما تعطينا المتعة، دائما ما تعطينا يعني النكهة الخاصة اللي ما دائما يستمتع فيها طبعا المعلق والمشاهد. كرة اللعب عالية لمصلحة اليماني، خطيرة ممكن، جول 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 جول، أوه كرة 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 من ذهب، كرة ضاعت، وبالتالي كرة ذهبية وفرصة ذهبية تضيع على المنتخب اليمني. يا سلام على المنتخب اليمني، تكلمت وقلت وحكم المباراة يذهب إلى تقنية الفيديو، يذهب إلى تقنية الفيديو، وماذا يحدث هناك؟ هل هنالك ركلة جزاء
لا أعتقد يوجد، لا أعتقد يوجد أي شيء في الكرة الماضية، وحكم المباراة يقول ما فيها شيء، وبالتالي عبد الله لا والله لحد الآن هو يتحدث مع حكام الفار، لكن يعني السلامة تبدو قد تكون حاضرة على أبناء سلطنة عمان وعلى أبناء سلطان قابوس، وبالتالي المنتخب اليمني سعيد في هذه المباراة. يعني المنتخب اليمني فعل الكثير في المباراة الماضية، كنت حزين جدا عندما شاهدت المنتخب اليمني وهو يقدم كل أوراقه، يقدم كل ما لديه في المباراة، لكن يعني فقط كان ينقص لها تسجيل الأهداف. لكن المنتخب السعودي الشاب منتخب صغير، منتخب متكامل، منتخب جديد يعني متطور حديثا، وبالتالي استطاع أن يعني ينتصر على المنتخب اليمني بهدفين دون رد. لكن المنتخب اليمني اليوم نشاهد غير مع واحد من الفرق الكبيرة اللي أحرج المنتخب الوطني العراقي في المباراة الماضية بعدة أوقات كرة اللعب لمصلحة المنتخب العماني، وتروح إلى خارج أراضية الملعب وإلى ركلة مرمى. كرة تروح إلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب اليمني. نعم أحبتي المشاهدين، محبينا ومتابعي قناة ون نيوز، بإذن الله تعالى سنكون معكم بنقل الحدث لبطولة كأس الخليج في هذه النسخة إن شاء الله تعالى، سنكون معكم بنقل جميع المباريات وبإذن الله تعالى. أكيد هذه المباراة هي مباراة مهمة، وأكيد هذه البطولة هي بطولة يعني تكون ما دائما كبير على العراقيين، كرة تسديدة وتبعد وتروح إلى خارج أراضية الملعب وإلى رمية جانبية، بطولة ربما تكون يعني كبيرة على العراقيين وحتى يعني على المنتخبات العربية المشاركة. يعني شاهدنا الكرم من طبعا أبناء البصرة الحبيبة وهم يعني يستضيفون ضيوفهم من بلدان عربية ومن جميع طبعا اللي حاضرين طبعا من المنتخبات الخليجية في هذه المدينة الحبيبة مدينة البصرة. كرة إلى ضربة ركنية، ركنية لمصلحة الأحمر العماني، وحكم المباراة وجه اللاعبين وبالتالي يتحدث مع اللاعبين في هذه اللحظات. ركنية أخرى للأحمر العماني في هذه اللحظات، دقيقة 20. يا من تتابع وتشاهد قناة ون نيوز أينما كنتم، التعادل الإيجابي 1-1 حاضر ما بين عمان والمنتخب اليمني. جميل اليحمدي يلعب الكرة وتبعث من اللاعب أنس المعاري وتروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية، رمية جانبية لأبناء سلطان قابوس، لأبناء طبعا عمان. كرة اللعب عرضية وتروح وإلى خارج أرضية الملعب، وبالتالي تروح الكرة بأمان وسلام على مرمى المنتخب اليمني. نتحدث عن مباراة اليوم في هذه البطولة، اليوم تقام مباراتين من الجولة الأولى، عمان أمام اليمن هنا وجها لوجه، وبعد هذه المباراة سنكون معكم بإذن الله تعالى بنقل المباشر لمباراة منتخبنا الوطني العراقي مع المنتخب السعودي في طبعا الساعة 7:15 بتوقيت بغداد. بإذن الله تعالى سنكون معكم، وسأكون معكم أنا المعلق سردار الهركي بالتعليق على جميع مباريات بطولة كأس الخليج على القناة، على قناة ون نيوز قناة الوطن، بإذن الله تعالى بنقل هذه الأحداث وهذه المباريات. كرة اللعب راجع الكرة لمصلحة المنتخب العماني إلى جمعة، جمعة الحبسي، كرة في وسط الملعب إلى حارب السعدي، يرجع الكرة مرة أخرى إلى جمعة الحبسي، جمعة كرة ملعوبة الكرة وبالتالي مرة أخرى هنالك يعني لاعبين آخرين حاضرين في هذه المباراة،
وهنا الكرة تعود مرة أخرى للمنتخب الكويتي وتروح إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب طبعا تصبح، خلينا نشوف هل هنالك، يعني لم نشاهد اللقطة الماضية، وبالتالي أعتقد يعني خرجت الكرة لمصلحة المنتخب العماني، ركنية، ركنية للمنتخب العماني. محمود مبروك حاضر في هذه المباراة، يعني لم تصنى التشكيلة بشكل سليم في هذه اللحظات. كرة اللعب للمنتخب العماني اللي يحاول من خلال هذه اللحظات ممكن أن يأتي بهدف ثاني، وبالتالي يعني ليش لا، لربما نشاهد هدف ثالث في المباراة والثاني المنتخب العماني. كرة عرضية وتروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى، تطول الكرة على المنذر العلوي وبالتالي تروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب اليمني. ضربة مرمى لمصلحة المنتخب اليمني. غدا ستقام مباراتين من الجولة الثانية أو من المجموعة الثانية، وأيضا في الجولة الثانية الإمارات بمقابلة المنتخب الكويتي، قطر سيواجه المنتخب البحرين. نعم أحبة المشاهدين، محبينا ومتابعي قناة ون نيوز، بإذن الله تعالى سنكون معكم بنقل الحدث أول بأول لبطولة كأس الخليج، وسنكون معكم بإذن الله تعالى بنقل جميع مباريات بطولة كأس الخليج على هذه القناة العزيزة على قلوب العراقيين. كرة اللعب على الجهة البعيدة، ممكن عرضية خطيرة وتبعد بالرأس، وحكم المباراة ماذا يحتسب، فاول خطأ لمصلحة الحارس إبراهيم المخيني، فاول وخطأ للمنتخب العماني. شوف الكرة الماضية، وبالتالي التدخل كان حاضر، وفاول وخطأ لمصلحة المنتخب العماني. فاول كان حاضر عمر الداحي في اللقطة الماضية، تدخل كان حاضر على الحارس المرمى، وبالتالي يعني في هذه المباراة، ونتمنى بإذن الله تعالى أن نشاهد مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام المنتخب السعودي، وأن يكون أول فوز للعراق في طبعا هذه البطولة. وليش لا، خلي نفرح أنا وأنتم يا متابعين، كون المنتخب العراقي منذ زمن طويل ولم يحقق نتائج إيجابية، وبالتالي هذه المباراة ستكون يعني مباراة كبيرة للمنتخب العراقي أمام المنتخب السعودي، وبالتالي نتمنى من خلال هذه المباراة أن نحصد 3 نقاط، وبالتالي نعود مرة أخرى إلى الواجهة، وبالتالي هذه المباراة يتمنى العراقيين أن تنتهي بالتعادل ما بين المنتخب اليمني والمنتخب العماني. تعادل سيخدم المنتخب الوطني العراقي كثيرا، ليش لا، في المباراة الماضية قدم المنتخب اليمني واحد من المباريات الجميلة، وما زال يقدم كل ما لديه في هذه البطولة. نعم أحبتي المشاهدين، متابعينا ومحبينا ومتابعينا ومتابعي قناة ون نيوز أينما كنتم، وصلنا دقيقة 26 وما زال التعادل الإيجابي حاضر ما بين المنتخبين اليمني والمنتخب العماني. كرة اللعب للمنتخب العماني على الجهة البعيدة، عرضية وتبعد إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية تبعت من محمد الطيري وتروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية لمصلحة المنتخب اليمني أو للمنتخب العماني. ضربة ركنية لمصلحة المنتخب العماني، ركنية أخرى، كثرة الركنيات، والمنتخب العماني أفضل في هذه اللحظات ويتقدم أو يعود مرة أخرى ممكن في هذه اللحظات لكي يتقدم على المنتخب اليمني، وتعود الكرة إلى جمعة
للأمام، كرة للمنتخب العماني اللي يحاول أن يسجل هدف ثاني، ممكن يسدد تسديدة قوية وتروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. العلوي، المنذر العلوي في الكرة الماضية سدد كرة قوية، وبالتالي الكرة تعلى العارضة وتروح إلى خارج أرضية الملعب وتصبح ركلة مرمى لمصلحة اليمن، مصلحة المنتخب اليمني. كرة الماضية، نعم أحبتي المشاهدين، منذ زمن طويل ومنذ يعني تاريخ، يعني منذ تاريخ طويل المنتخب العراقي، يعني منذ عام 1979 لم يعني يقود البطولة الخليجية في أراضيها، وبالتالي يعود مرة أخرى عندما كان العراق أول مرة يعني يستضيف البطولة في بغداد، وبالتالي في تلك البطولة يعني حقق الفوز بلقب البطولة عندما فاز في جميع المباريات، وهذا اللقب ولحد الآن يعني المنتخب العراقي الوحيد اللي فاز في جميع المباريات لحد الآن في بطولة كأس الخليج، واستطاع أن يكون واحد من الأرقام الصعبة في الخليج. دائما ما يكون المنتخب الوطني العراقي في بطولات الخليج يعني واحد من المنتخبات المرشحة لنيل اللقب. نتمنى أن يكون العراق حاضر من خلال هذه المباراة وهذه البطولة. جمعة الحبسي يلعب الكرة للاعب حارب السعدي، راجعة مرة أخرى الكرة لأحمد الكعبي، أحمد كرة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب العماني، مرة أخرى الكرة تعود للاعب زاهر الأجبري للأمام، الكرة مرة أخرى ولكن تصل الكرة سهلة لسالم الهارش، سالم الهارش اللي يتصدى لهذه الكرة سهلة جدا للحارس المرمى سالم الهارش، وبالتالي كرة تطول تعود للمنتخب اليمني. يحاولون اليمنيين من خلال هذه المباراة ممكن تسديدة قوية، الله الله، جول ثاني للمنتخب اليمني، هدف صاروخ 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 صاروخ، أرض جو، الله على المنتخب اليمني، المنتخب اليمني يأتي بهدف ثاني وبالتالي يتقدم على عمان، الله على اليمن السعيد، الله على اليمن السعيد، هدف ثاني ليمن، هدف ثاني للمنتخب اليمني، يا 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 عمر 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 الداحي يطلق قذيفة وبالتالي يسجل أول أهداف ثاني أهداف المنتخب اليمني. إذن هدف ثاني ولا أروع، هدف ثاني ولا أجمل، هدف ثاني ولا أحلى للمنتخب اليمني. سعيد 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 سعيد، نتمنى أن يكون سعيدا المنتخب اليمني في جميع المباريات، والله المنتخب اليمني يستحق أن يكون سعيدا في هذه البطولة. يا الله، بعد أن كان متأخرا بهدف دون رد واستطاع اليمن أن يكون سعيدا، أن يكون طبعا متقدما، وبالتالي الريمونتادا يمنية تظهر هنا لكن في الأراضي العراقية، تظهر الريمونتادا اليمنية لكن هذه المرة في الأراضي العراقية بصاروخ أرض جو عن طريق اللاعب عمر الداحي في الدقيقة طبعا 29. 2-1 المنتخب اليمني يتقدم، ومع الكرة اللي دخلت في الشباك صيحات الجماهير، كرة ممكن عرضية خطيرة وممكن في هذه اللحظات ليش لا هدف ثاني، ممكن تسديدة وتبعد من الدفاعات، ومرة أخرى كرة سريعة مرتدة للمنتخب اليمني، ممكن الثالث، ممكن الثالث في هذه اللحظات، اليمنيين محمد الطيري يحاول، ممكن سدد سدد سدد، كرة تروح إلى خارج الملعب، أو أحمد ماهر في الكرة الماضية وتروح الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمية جانبية، رمية جانبية
لمصلحة المنتخب اليمني. يا سلام يا سلام، يعني صراحة أنا كمعلق هذه المباراة، وليش لا حتى الجماهير حتى المتابعين والله عندما يعني يشوفون هكذا أهداف، ينظرون إلى هكذا أهداف والله يصيحون، والله يفرحون، والله يعني يبتسمون، والله يعني أنا معلق لازم أكون محايدا لكل المنتخبات العربية. بالتوفيق للمنتخب اليمني والمنتخب العماني، لكن هذا الصاروخ اللي أتى أرجو أرض يعني بالأرض، وبالتالي الفرحة طبعا هي تأتي طبعا لليمنيين ولحارة اليمن والجماهير اليمنية وللاعب المنتخب اليمني وحتى الجماهير العراقية اللي تساند المنتخب اليمني، وهنالك من تساند المنتخب العماني في طبعا هذه المباراة. لكن يعني المهم شاهدنا أول ثاني أهداف المنتخب اليمني. أحبتي المشاهدين محبينا ومتابعي قناة ون نيوز، وصلنا الدقيقة طبعا 33، وما زال التقدم اللي يأتي للمنتخب اليمني على المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف واحد. سنكون إن شاء الله معكم بنقل جميع مباريات بطولة كأس الخليج بإذن الله تعالى، سأكون معكم أنا بالتعليق على جميع المباريات وبإذن الله تعالى. كرة اللعب عرضية وتصل إلى الحارس المرمى بشكل طبعا سهل جدا، كرة الماضية وعرضية من اللاعب عمر الداحي اللي وصلت إلى الحارس المرمى إبراهيم المخيني. كرة اللعب أحمد الخميسي، راجع الكرة إلى حارب السعدي، حارب يرجع الكرة لجمعة. ممكن من خلال هذه اللحظات أن نشاهد هدف عماني آخر، وما زال المنتخب العماني اللي يتأخر لحد الآن طبعا بهدفين مقابل هدف واحد أمام اليمن. هذا اللي قال لك أنا اللي ألعب أمام المنتخب العماني وسأحقق نتيجة إيجابية، وبالتالي هذا حال كل من لم يحترم الفريق المقابل. المنتخب اليمني منتخب منظم، منتخب كبير، منتخب يحاول في هذه المباراة أن يصنع المستحيل، وبالتالي يريد ويفعل كل ما لديه من خلال هذه المباراة. يفعل كل ما يريد في هذه المباراة كرة اللعب، وحكم المباراة يطلق صافرة بوجود فاول وخطأ لمصلحة المنتخب العماني في وقت يعني المنتخب العماني. فاول وخطأ في مكان جيد للمنتخب العماني وخطر على المنتخب اليمني. شوف الكرة الماضية ولمسة الكرة الماضية باليد كانت حاضرة، ولكن أعتقد يعني في هذه الكرات يعني لم يكون طبعا في هكذا الكرات يعني لم يكون متعمدا إطلاقا في لمس اليد في الكرة الماضية. وبالتالي حكم المباراة لا أعتقد أو هنالك شيك خلينا نشوف هل هنالك بنالتي ركلة جزاء. يذهب إلى الفار الكويتي السيد عبد الله جمال. اللمسة كانت موجودة، وحكم المباراة ماذا سيحتسب في هذه اللحظات؟ حكم المباراة ماذا سيحتسب في هذه اللحظات؟ هل هنالك سيحتسب إلى ركلة جزاء؟ تسجيل بنالتي ولم يحتسب إلى شيء، وبالتالي تحدثت وقلت أن هكذا الكرات لم تكون ركلة جزاء. كرة ممكن تسديدة قوية خطيرة، وجول جول جول جول، حكم المباراة جول جول. هدف ثاني للمنتخب العماني، هدف الثاني للمنتخب العماني في هذه اللحظات. وبالتالي الحارس المرمى اللي يخطأ في هذه اللحظات
وسالم الهارش يخطأ بكرتين، وبالتالي هدف ثاني للمنتخب العماني، وخطأ قاتل من الحارس المرمى، وبالتالي هدف. أعتقد لم تدخل الكرة. خلي نشوف. لا والله دخلت. لازم، لكن يعني أكيد هكذا كرات. خلي نشوف ماذا طبعا سيجري في هذه اللحظات، وماذا سيحتسب الحكم المباراة في هذه اللحظات. هل سيحتسب؟ وبالتالي خلاص يعني يحتسب الهدف، والهدف كان حاضر وأراد أن يخرج في هذه اللحظات، لكن يعني اللاعبين يتكلمون ويتحدثون معه، فهذه كرة القدم فيها أخطاء، وبالتالي الحارس المرمى اللي يخطأ بكرة، وبالتالي هدف الثاني للمنتخب العماني. هدفين للمنتخب العماني، وهدفين لمصلحة المنتخب اليمني. والله عاد الحارس، يعني حارس المنتخب اليمني سالم الهارش، لولا الحارس وبأخطاء المتكررة، وبالتالي الهدفين اللي أتوا بخطأ من الحارس المرمى، لربما كان يتقدم المنتخب اليمني على المنتخب العماني بهدفين مقابل لا شيء. حتى في المباراة الماضية أخطأ بالهدف الأول، كان يستطيع أن يخرج تلك الكرة أمام المنتخب السعودي، لكن في هذه المباراة يتلقى هدفين، وبالتالي هذه المباراة تصبح طبعا تعادل إيجابي بهدفين لهدفين، هدفين لليمن وهدفين لعمان. كرة العرض إلى اللاعب المنذر العلوي، كرة للأمام وتبعد، تروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة المنتخب العماني. المنذر العلوي راجع مرة أخرى، المنذر يلعب الكرة عرضية وتبعد من دفاعات المنتخب اليمني، تعود الكرة مرة أخرى إلى أحمد الكعبي، أو هنا زاهر سليمان يلعب الكرة لجميل اليحمدي، جميل اليحمدي إلى جمعة الحبسي، الحبسي رجع الكرة إلى أحمد الكعبي، أحمد الكعبي إلى أمجد الحارثي، راجع الكرة مرة أخرى لأحضان لاعبي المنتخب العماني، يسيطرون على مجريات هذه المباراة بالشوط الأول. لكن والله عاد المنتخب اليمني قدم كل ما لديه، وسجل هدفين جميلين، وبالتالي شوف هدف يعني حرامات هكذا كرة تدخل في الشباك، وطبعا يعني قرر أن يستبدل في هذه اللحظات، لكن يعني قرر المدرب السيد ميروسلاف سوكوب أن يقي في هذه المباراة. كرة تعود لمصلحة اليمني في هذه اللحظات، ممكن في هذه اللحظات تسديدة وتبعد من دفاعات المنتخب العماني، تعود مرة أخرى لعبد الواسع المطري، راجعة مرة أخرى للاعب أحمد الوجيه، وتروح الكرة لأحضان الحارس المرمى إبراهيم المخيني، وبالتالي الكرة سهلة، كرة الماضية سهلة، اتصل للحارس المرمى إبراهيم المخيني. نعم أحبة المشاهدين، محبينا ومتابعي قناة وان نيوز أينما كنتم، الدقيقة 41 وما زال، دخلنا دقيقة 41 وما زال التعادل الإيجابي حاضر بهدفين لهدفين ما بين المنتخب اليمني والمنتخب العماني، وبالتالي قدم المنتخب اليمني واحدة من أجمل المباريات، وشاهدنا صاروخ أرض جو، وشاهدنا كرة يعني من ركلة حرة، لكن حارس المرمى المنتخب اليمني اللي أفسد كل شيء على اليمنيين، وبالتالي دخل يعني أخطأ بكرتين، ويعني في هذه المباراة ليعود بالنتيجة للمنتخب العماني بهدفين مقابل هدفين، هدفين بهدفين. هذه المباراة مباراة جميلة، مباراة كبيرة، شاهدنا 4 أهداف، 2 للمنتخب اليمني وهدفين للمنتخب العماني. تبعد الكرة، تعود وعالية وطويلة مرة أخرى، تصبح الكرة خطرة للمنتخب العماني على الجهة البعيدة، هجمة مرتدة
مصلحة المنتخب العماني، يحاولون خلال هذه اللحظات وتعود مرة أخرى لعمان في هذه اللحظات، كرة داخل منطقة الجزاء، تسديدة قوية وتبعث من دفاعات المنتخب اليمني. تعود الكرة مرة أخرى إلى المنذر العلوي، منذر العلوي راجع الكرة مرة أخرى إلى جميل اليحمدي، جميل اليحمدي رجع الكرة إلى جمعة الحبسي، الحبسي إلى اليحمدي، جميل اليحمدي رجع الكرة إلى أحمد الكعبي، أحمد الكعبي إلى أمجد الحارثي، أمجد الحارثي اللاعب رقم 11 يلعب على الجهة اليسرى، راجع الكرة إلى حارب السعدي، حارب على الجهة البعيدة إلى أرشد العلوي، أرشد العلوي يحاول في هذه اللحظات أن يأتي بهدف ثالث ممكن، ليش لا، خطيرة كرة اللعب، وحكم المباراة لاعب المنتخب العماني طالبون بوجود ركلة جزاء، لكن حكم المباراة هل سيذهب إلى تقنية الفيديو وهل سيذهب إلى الفار؟ خلي نشوف في هذه اللحظات ماذا يحدث. كرة اللعب جمعة الحبسي إلى أحمد الخميسي، كرة الأمام للاعب المنذر العلوي في هذه اللحظات، ممكن هدف ثالث وركلة جزاء، حكم المباراة وركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب العماني، وبطاقة صفراء للاعب مدير عبد ربة، وبالتالي ضربة جزاء للمنتخب العماني. يا لها من مباراة كبيرة، يا لها من مباراة عجيبة، مباراة غريبة، مباراة البطولة لربما تكون واحدة من أجمل المباريات إطلاقا في البطولة. والله تعبنا كثيرا لكي نشاهد الأهداف، أردنا أن تسجل أهداف، لكن ما بهذه الدرجة، هنالك 4 أهداف، وبالتالي ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العماني، وعلى تنفيذ أرشد العلوي، ممكن العلوي يأتي بهدف ثالث للمنتخب العماني في هذه اللحظات وفي الدقيقة الأخيرة. يلا يا سالم الحارث، يلا عوض اليمنيين، أو ليش لا أرشد العلوي ممكن أن يأتي بهدف ثالث في هذه اللحظات. العلوي على التنفيذ، يلا يا علوي، هدف ثالث في عمان، خلي نشوف، أو سيكون في القمة في هذه اللحظات سالم الحارث، من سيكون له كلمة في هذه اللحظات، سالم أو أرشد؟ أرشد العلوي، أرشد 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 أرشد، قدم وتروح الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى للمنتخب اليمني، كرة ضائعة، وبالتالي أرشد العلوي اللي أضاع لركلة جزاء للمنتخب اليمني بالدقيقة الأخيرة، وبالتالي كرة تروح إلى خارج أرضية الملعب، وبالتالي يبدو هنالك طبعا الأجواء في مدينة البصرة والأمطار قد تسببت في الكرة الماضية بطبعا كرة اللاعب أرشد العلوي، وتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب العماني وتبعد من دفاعات اليمنيين، وحاضر الكرة مرة أخرى راجعة لليماني السعيد اللي يحاول أن يكون سعيدا في هذه المباراة. أنس المعاري، سلامات للاعبين واقعين على أرضية الملعب، هنالك لاعب عماني بالرقم 20 زاهر سليمان، وايضا لاعب اخر من اليمن، خلينا نشوف لاعب طبعا اللي واقع على ارضيه الملعب للمنتخب اليمني، اعتقد محمد الطيري في هذه اللحظات حكم المباراه، يعني ماذا يحتسب؟ هنالك 5 دقائق وقت يستضاف على الوقت الاصلي طبعا لنهاية شوط المباراة الأول، وما زال عمان واليمن تعادل إيجابي بهدفين مقابل هدفين، كرة عالية وطويلة وتبعث من دفاعات المنتخب العماني، تعود مرة أخرى ممكن في هذه اللحظات،
للأبيض اليماني في هذه اللحظات ليحاول. وأحمد الوجيه، أحمد الوجيه يلعب الكرة لعمر، عمر الداحي صاحب الهدف الجميل في هذه اللحظات. تعود الكرة لأحمد الوجيه، أحمد الوجيه ولكن الكرة تبعد. أحمد الوجيه في الكرة الماضية وتبعد وتعود مرة أخرى، وحكم المباراة يطلق صافرة بوجود معلنا بوجود فاول وخطأ لمصلحة المنتخب العماني. بطاقة صفراء على لاعب المنتخب اليمني واللي هو أحمد الوجيه في الكرة الماضية، أو عمر الجديمة. عمر الجديمة طبعا يحصل على البطاقة الصفراء في هذه اللحظات. من الحارس المرمى سالم الهارش اللي أخطأ بكرتين، وبالتالي المنتخب اليمني تعادل مستمر أمام المنتخب العماني. تحدى كثيرا المنتخب اليمني بالمنتخب العماني، لولا أخطاء الحارس المرمى المتكررة لربما كان يتقدم المنتخب اليمني بهدفين مقابل لا شيء في هذه المباراة. لكن نتمنى يعني في كل مباراة اللي نعلق عليها في هذه المباراة أن نكون حاضرين بالقمة، وبالتالي مباريات هذه البطولة دائما ما تعطينا الأريحية وتعطينا يعني النكهة الخاصة لهذه البطولة. العلوي كرة عرضية خطيرة وتبعد من الحارس المرمى، تعود مرة أخرى خطيرة وتبعد من الدفاعات، وحكم المباراة عبد الله جمال لم يحتسب إلى شيء. تعود مرة أخرى خطيرة، هجمة أخرى للمنتخب العماني، ولكن هذه المرة سالم الهارش كان صاحيا في الكرة الماضية. سالم الهارش كان صاحي في الكرة الماضية، وبالتالي يعني استطاع أن ينقذ المنتخب اليمني من كرة أخرى ربما تكون هكذا كرات يعني خطيرة على الحارس المرمى. كونه يعني في الكرات الماضية شاهدنا يعني وهو يخطأ في كرتين ودخلهم في مرمى، لكن يعني في هذه المباراة قدم المنتخب اليمني أداء كبير، أداء مميز، أداء جيد في شوط مباراة. يعني شوط كان أفضل شوط للمنتخب اليمني منذ أن يعني انطلقت هذه البطولة من خطيرة تروح إلى خارج أرضية الملعب. منذ أن يعني منذ أن خلقت أو بدأت بطولة كأس الخليج ربما يكون أول شوط يعني أفضل شوط للمنتخب اليمني اللي يقدمه في بطولات كأس الخليج على الإطلاق. وبالتالي على مر التاريخ كرة تعود بمصلحة المنتخب العماني اللي يحاول من خلال هذه اللحظات أن يأتي بهدف ثالث. يحاول بكل ما لديه في هذه اللحظات يضيع ركلة جزاء. إذا أحبتي المشاهدين محبين ومتابعي قناة وان نيوز أينما كنتم، حكم المباراة الكويتية سيد عبد الله جمال يطلق صافرة معلنا لنهاية شوط المباراة الأول ما بين المنتخبين عمان واليمن بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. أحبتي المشاهدين سنذهب إلى فاصل قصير من بين الشوطين، استراحة قصيرة ما بين الشوطين، ومن ثم سيكون لدينا إن شاء الله موعد آخر معكم. ولذاك الحين تقبل تحياتنا معلق هذه المباراة سردار الهركي، دمتم في أمان الله. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد لأحداث شوط المباراة الثاني ما بين المنتخبين. اليمن بمباراة بمواجهة المنتخب العماني هنالك في ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة. أحبتي المشاهدين، نذكركم بمن التحق بنا في بداية شوط المباراة الثاني. طبعا شوط المباراة الأول انتهى بالنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين ما بين المنتخبين اليمني والمنتخب العماني. أحبتي المشاهدين، نذكركم بتشكيلة المنتخبين. نبدي أولا بتشكيلة المنتخب العماني بحراسة المرمى إبراهيم المخيني ومحمد المسلمي ومحمود مبارك وجمعة الحبسي وحارف سعدي وربيع العلوي وأحمد الكعبي وجميل يحمدي وصلاح اليحيائي وأرشد العلوي وعصام صبحي، بينما تشكيلة المنتخب اليمني اللي تأتي بعلي عباس ومدير عبد ربه وأحمد الوجيه وعماد الجديمة وحروان الزبيدي وعبد الواسع المطري وأنس المعري ومحمد الطيري وحمزة حنش وعمر الضاحي وأحمد ماهر. إذن هذه تشكيلة المنتخبين اللي طبعا وضعناها امامكم على الشاشه. كره تلعب جول ثالث ياتي للمنتخب العماني، وهذه المره عصام صبحي يأتي بهدف ثالث للمنتخب العماني، وبالتالي هدف ثالث للمنتخب العماني في هذه اللحظات. إذا نشوف الكرة الماضية، الله على العرضية، والله على الكرة الرأسية، والله على الهدف الجميل، الهدف الجميل للمنتخب العماني، هدف جميل لأبناء سلطان قابوس، هدف ثالث جميل للمنتخب العماني، وبالتالي شاهدنا هدف خامس في هذه المباراة وهدف ثالث لمصلحة المنتخب العماني. إذن ثلاثة أهداف للمنتخب العماني وهدفين لمصلحة المنتخب اليمني. حكم المباراة خلاص في هذه المباراة يحتسب الهدف، وبالتالي بعد أن قدم مباراة جميلة للعمر المنتخب اليماني عندما كان يعني متقدما بهدفين مقابل هدف واحد، وعاد المنتخب العماني ويتفوق على المنتخب اليمني بهدفين مقابل بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كرة تروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية، تعود الكرة لمصلحة عناصر المنتخب العماني. ربيع العلوي راجع الكرة مرة أخرى إلى محمود مبارك، محمود مبارك يلعب الكرة لجمعة الحبسي، جمعة يرجع الكرة إلى أحمد الكعبي، أحمد الكعبي والكرة للأمام لمصلحة عناصر المنتخب العماني عن طريق اللاعب أرشد العلوي. حكم المباراة يطلق صافرته معلنا بوجود أو فاول وخطأ لمصلحة المنتخب العماني. نعم أحبتي المشاهدين، محبينا ومتابعي قناة ون نيوز، أينما كنتم وأينما تكونون سنكون معكم بإذن الله تعالى بنقل الحدث وبنقل مباراة بطولة كأس الخليج العربي في هذه النسخة وبإذن الله تعالى. وهنالك كارت أصفر للاعب المنتخب اليمني عماد الجديمة، وفاول وخطأ محتسب لمصلحة المنتخب العماني في الجهة القريبة، وعمان سجلت كما سجلت في بداية شوط المباراة الأول، هدف سريع كان في شوط المباراة الأول وهدف سريع في شوط المباراة الثاني. كرة اللعب عالية وطويلة وممكن في هذه اللحظات، وأعتقد تروح الكرة الماضية، راحت الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. أمطار غزيرة في طبعا مدينة البصرة الحبيبة، وبالتالي هذه الأمطار إذا ما تحدثنا عن الأمطار اللي طبعا لربما في هذه المباراة، وبالتالي يعني تسبب الكثير من المشاكل
في هذه المباراة، ولربما قد يعود يعني أو يعود لياقة البدنية ولاعبين الفريقين كرة اللعب لمصلحة المنتخب العماني، وتبعد من دفاعات اليماني السعيد. سعيد كان سعيدا، اليماني كان سعيدا عندما سجل هدفين، وبالتالي قد يعون حزنا من جديد بتلقي هدفين آخرين لتصبح النتيجة 3-2. كرة اللعب عرضية وأمامية، وتروح الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. حديث عن نتائج الجولة الماضية في دور المجموعات لبطولة خليجي 25، طبعا من خلال هذه النسخة، طبعا العراق وعمان، التعادل السلبي بدون أهداف، المنتخب اليمني خسر أمام المنتخب السعودي بهدفين مقابل لا شيء، وفاز المنتخب البحريني على الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد، وخسارة الكويت أمام المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء، بهدفين دون رد. كرة اللعب عالية وطويلة على الجهة البعيدة لمصلحة المنتخب اليمني، وتعود الكرة بشكل سهل جدا للحارس المرمى واللي هو إبراهيم المخيني. إبراهيم المخيني يلعب الكرة بدورة للاعب محمد المسلمي، محمد المسلمي صاحب هدف الافتتاح، هدف الأول للمنتخب العماني. كرة تعود لجمعة الحبسي، جمعة يلعب الكرة لحارب سعدي مرة أخرى لجمعة، جمعة يلعب الكرة لمحمد المسلمي، محمد إلى أحمد الكعبي، أحمد الكعبي يحاول في هذه اللحظات ويرجع الكرة للخلف لمصلحة المنتخب الأحمر العماني في هذه اللحظات. الحديث عن ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة الأولى من خلال هذه البطولة، ونتحدث عن المجموعة الأولى، يأتي بالمنتخب السعودي بصدارة بثلاث نقاط، والمنتخب العراقي بالمركز الثاني بنقطة واحدة، بينما يأتي المنتخب العماني بنقطة واحدة في طبعا المركز الثالث، والمنتخب اليمني بنقطة بدون نقاط في المركز الأخير. إذا ما فاز المنتخب العماني في هذه المباراة سيصبح رصيده إلى أربع نقاط، ويأتي بصدارة المجموعة الأولى في طبعا هذه البطولة، بينما طبعا المجموعة الثانية سنتحدث عنها بعد طبعا نهاية هذه الهجمة، وتروح الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية للأحمر العماني. بدأ المنتخب العماني أن يضغط على لاعب المنتخب اليمني، وبقلة الأداء للمنتخب اليمني يظهر على جميع اللاعبين في هذه اللحظات. هل هو المطر أثر على اليمنيين أم يعني اللياقة البدنية أثرت وخانت بلاعب المنتخب اليمني؟ حديث عن المجموعة الثانية، قطر بثلاث نقاط في الصدارة، المنتخب البحريني أيضا بثلاث نقاط يأتي بالمركز الثاني بفارق أهداف أمام المنتخب القطري، والإمارات يأتي بالهدف طبعا بالمركز الثالث بلا نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب الكويتي اللي يأتي بالمركز الأخير. نعم أحبتي المشاهدين، وصلنا الدقيقة 54، وما زال تقدم حاضر لعناصر المنتخب العماني على منتخب اليمني في هذه اللحظات. نعم أحبتي المشاهدين، محبينا ومتابعي قناة وان نيوز أينما كنتم، وبإذن الله تعالى سنكون معكم بنقل جميع مباراة بطولة كأس الخليج في هذه النسخة، ولا تنسوا سنكون معكم بعد هذه المباراة، وتحديدا في طبعا الساعة 7:15 بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد، لنقل مباراة منتخبنا الوطني العراقي مع المنتخب السعودي. بإذن الله تعالى نحصل على ثلاث نقاط هذه المباراة المهمة أمام الأخضر الشاب السعودي، وبإذن الله تعالى المنتخب السعودي واحد من المنتخبات اللي شاركت في هذه البطولة بالمنتخب الرديف،
وبالتالي منتخب لديه عناصر شابة جيدة ولديهم يعني لياقة بدنية عالية ويمرون بطبعا أوقات جميلة طبعا في هذه البطولة، وليس يعني لا يوجد هنالك أي ضغوطات على هذا المنتخب كونه المنتخب يعني المنتخب يعني في هذه البطولة منتخب جديد، منتخب يعني بلاعبين أعمار صغيرة، وبالتالي هذا لا يعني أن المنتخب العراقي في هذه المباراة ستكون مباراته سهلة أمام هذا المنتخب. شاهدنا مباراة المنتخب السعودي أمام اليمن في المباراة الماضية وتغلب عليه بهدفين دون رد، لكن احتراماتي للمنتخب اليمني سيكون الحلقة الأضعف في هذه البطولة وتحديدا في طبعا المجموعة الأولى، مجموعة المنتخب الوطني العراقي. كرة عالية وطويلة لمصلحة المنتخب العماني، كرة راجعة للاعب صلاح اليحيائي، صلاح اليحيائي وتبعد من دفاعات المنتخب اليمني، تعود الكرة مرة أخرى لعمان، أحمد الكعبي، أحمد يلعب الكرة للأمام، فاول وخطأ لصالح المنتخب العماني، واعتقد هنالك بطاقة صفراء أخرى اللي ستظهر من حكم هذه المباراة الكويتي عبد الله جمال. سلامات لصلاح اليحيائي، وبالتالي تدخل كان حاضر في اللقطة الماضية من اللاعب رقم 17 اللي هو عماد الجديم، وهنا تغيير آخر في صفوف المنتخب العماني، يخرج اللاعب رقم 19 واللي هو محمود مبارك، ويأتي لاعب رقم 6 في هذه اللحظات لعمان واللي هو أحمد الخميسي. أحمد الخميسي يأتي بديلا في هذه اللحظات للمنتخب العماني بديلا للاعب محمود مبارك. كرة اللعب لعمان مرة أخرى للاعب جميل اليحمدي، جميل اليحمدي إلى اللاعب رقم 14 أحمد الكعبي، أحمد يلعب الكرة للربيع العلوي على الجهة البعيدة، ربيع إلى حارب سعدي، راجعوا بالخطأ وتصل الكرة مع محمد الطيري، محمد الطيري يلعب الكرة لحروان الزبيدي، حروان الزبيدي كرات متبادلة، وهنا كرة ومن هنا كرات، والمنتخب اليمني يريد كما فعل في شوط المباراة الأول أن يفعل في هذا الشوط شوط المباراة الثاني. عمر الضاحي صاحب الهدف الجميل في هذه المباراة، وشوف سقوط من أكثر من لاعب في هذه المباراة، والأمطار الغزيرة اللي تجري في الأراضي طبعا في أراضي بصرة في مدينة البصرة. كرة تسديدة قوية وتصل سهل الكرة الماضية من الحارس، تصل الكرة لحارس مرمى المنتخب اليمني محمد خير الله اللي أتى بديلا للحارس المرمى علي عباس في طبعا يعني بداية شوط المباراة الأول، وبالتالي لم نشاهد هذا الحارس وهو يأتي بديلا في يعني طبعا بداية شوط المباراة. مخرج كان بعيد عنا كلش بعد كل البعد لطبعا هذا التغيير عندما أجرى المدرب السيد سوكوب، هو في طبعا أواخر شوط المباراة الأول يعني طالب بتغييره في المباراة كون استقبل هدفين في شوط المباراة الأول، هدفين كانت يعني الأهداف بطبعا أخطاء هذا الحارس، وبالتالي المدرب السيد سوكوب يعني استجاب له في بداية شوط المباراة الأول واستبدل بالحارس محمد خير الله. كرة تعود مرة أخرى لعمان، محمد المسلمي، محمد المسلمي كرة لمحمد، يحاول محمد يلعب الكرة لأحمد الكعبي، أحمد الكعبي راجع الكرة لحارب السعدي، مرة أخرى الكرة لجميل اليحمدي، جميل يتوغل في هذه اللحظات، كرة مرتدة لعمان في هذه اللحظات، كرة لصلاح اليحيائي مرة أخرى لأحمد الكعبي، يغير اتجاه اللعب ويرجع الكرة للدفاعات إلى جمعة الحبسي، جمعة الحبسي يلعب الكرة لربيع العلوي في وسط الملعب. نعم أحبتي المشاهدين،
محبينا ومتابعي قناة وان نيوز، إن شاء الله سنكون معكم بنقل جميع مباريات بطولة كأس الخليج، وبالتالي سنكون معكم بعد هذه المباراة طبعا تحديدا في طبعا الساعة 7:15 بتوقيت بغداد، بالنقل المباشر لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي. كل التوفيق لأسود الرافدين، كل التوفيق لبلاد الرافدين، لأبطال العراق، لمنتخب العراق، لمنتخب بلاده في هذه البطولة. نتمنى كما يتمنى الجمهور العراقي وكما يتمنى المتابع العراقي وكما يتمنى يعني كما يتمنى جميع العراقيين أن يكون العراق حاضرا في هذه البطولة، وهو يحقق واحد من الإنجازات الكبيرة. كرة اللعب لعمان، جميل اليحمدي يلعب الكرة داخل منطقة، ممكن في هذه اللحظات الكرة لصلاح اليحيائي وتروح الكرة إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية أخرى لعمان. وصلنا الدقيقة 61، دقيقة 61 وما زال تقدم يأتي لعمان بهدفين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن أعتقد أنه ما زال هنالك في أهداف، أعتقد ما زال هنالك في أهداف في هذه المباراة، وبالتالي تغيير آخر لمصلحة المنتخب اليمني، تغيير آخر، خروج للاعب عماد الجديمة ودخول اللاعب رقم 2 واللي هو حمزة الريمي. حمزة الريمي يدخل في هذه اللحظات، حمزة الريمي لاعب المنتخب اليمني، وهنالك تغيير آخر أيضا، اللاعب رقم 21 سيدخل واللي هو جار الله الزغاري، جار الله الزغاري اللي سيدخل في هذه المباراة، ويخرج اللاعب رقم 20 واللي هو طبعا حمزة حنش. حمزة حنش لم نشاهده في شوط المباراة الأول ولحد الآن، وبالتالي كان لاعب زائدا في هذه المباراة، وأعتقد لم يقدم شيء في المباراة هذا لحد الآن، هذه المباراة لم نشاهده لحد الآن، لكن هل سيعود اللاعب جار الله طبعا الزغاري في هذه المباراة؟ نعم أحبتي المشاهدين، في هذه المباراة وهنالك ثلاث تغييرات للمنتخب اليمني وتغيير واحد فقط للأحمر العماني، وما زال المباراة يعني لحد الآن فيها خمسة أهداف، ثلاث أهداف لعمان وهدفين للمنتخب اليمني لحد الآن. الحديث عن تاريخ المواجهات ما بين عمان واليمن وعلى مر التاريخ، حيث قابل الفريقين بعشر لقاءات سابقة، فاز المنتخب العماني بسبع مباريات وفازت اليمن بمباراة واحدة، والتعادل كان حاضر في مباراتين. نعم المنتخب اليمني يعني لحد الآن ومنذ عام 1965 لم يفز على المنتخب العماني، المباراة الأولى اللي كان تجمع ما بين الفريقين، ويومها فاز المنتخب اليمني على المنتخب العماني بهدف دون رد أو بهدفين مقابل هدف واحد. المباراة اللي طبعا أقيمت في عام 1965 استطاع المنتخب اليمني السعيد بالفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد، عرضية وتبعث من الدفاعات وتعود مرة أخرى لليمن في هذه اللحظات. كرة لأنس المعري حاكم المباراة، ماذا يحتسب في هذه اللحظات؟ فاول وخطأ لعمان، أو يطلب بإسقاط الكرة، كما أن الكرة لمست بحاكم هذه المباراة السيد عبد الله جمال، وبقانون كرة القدم يوقف اللعب وتعاد الكرة، ومرة أخرى تعود عمان في هذه اللحظات. ربيع العلوي يرجع الكرة على الجهة البعيدة، كرة عرضية داخل المنطقة وتبعت من دفاعات المنتخب اليمني، تعود الكرة
مرة أخرى لعمان، الكرة إلى أحمد الخميسي اللاعب البديل، تعود الكرة مرة أخرى لإبراهيم المخيني، إبراهيم يلعب الكرة لجمعة الحبسي، جمعة راجعة مرة أخرى، المنتخب العماني يسيطر على المباراة بهذه اللحظات، وجميع لاعبي المنتخب اليمني اللي يتراجعون إلى الخلف وخوفا من أن يتلقي هدف آخر، لربما في هجمة مرتدة أن يكون أو يستطيع أن يكون يعني قد يسجل هدف على منتخب عمان في هذه اللحظة. ليش لا؟ قدم الكثير وتقدم إلى الأمام واستطاع أن يسجل هدفين، وبالتالي هدف ثالث لم يكن بشكل صعب على المنتخب اليمني كونه استطاع وتقدم وسدد وسجل مرتين على المنتخب اليمني أو على المنتخب العماني. كرة تروح بالخطأ إلى رمية جانبية، جمعة الحبسي في الكرة الماضية، حكم المباراة ماذا يحتسب في هذه اللحظات بتغيير، يطالب بتغيير مرة أخرى بإعادة رمية جانبية للرمية الجانبية للمنتخب اليمني. والله عاد المنتخب اليمني في هذه اللحظات يحاول بكل ما لديه من القدرات يتقدم شيئا فشيء في هذه اللحظات، ممكن هدف ثالث ولكن حكم المباراة. سلامات يا إبراهيم المخيني، وسلامات للاعب المنتخب اليمني في هذه اللحظات. تدخل كان قوي لكن لله الحمد يعني لم تكن الإصابة قوية في الكرة الماضية. الواسع المطري صاحب الهدف الأول للمنتخب اليمني في علامة ركلة جزاء، بينما يعني هنالك اللاعب اللي سجل هدف ثاني عمر الضاحي، واحد من أجمل الأهداف في هذه البطولة. يعني المنتخب اليمني إذا ما يحقق نتيجة في هذه البطولة أكيد سيكون لديه يعني على الأقل هدف جميل في البطولة. لحد الآن أنا باعتقادي أنه هذا الهدف هو من أفضل وأجمل أهداف البطولة لحد الآن، سجل يعني طريقة جميلة بكرة صاروخية قوية أرجو بشباك المنتخب العماني. كرة اللعب خطيرة عرضية مرة أخرى وتبعت من دفاعات المنتخب الأبيض اليماني، حكم المباراة اللي يحتسب خطأ وفاول لمصلحة المنتخب اليمني. أحبة المشاهدين محبينا ومتابعي قناة وان نيوز أينما كنتم، نصل الدقيقة 68 وما زال التقدم حاضر لعمان على اليمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كرة اللعب للمنتخب اليمني للأمام، ومرة أخرى وحكم المباراة يحتسب فاول وخطأ على اللاعب عبد الواسع المطري، هو يحتسب الخطأ لمصلحة اللاعب المنتخب العماني في هذه اللحظات. هنالك يعني أعتقد هنالك أكيد اللاعب رقم 6 واللي هو أحمد الخميسي يحصل على الخطأ في هذه اللحظات. نتحدث عن أول فوز لعمان على اليمن، كان طبعا في عام 2007 في خليج 18 في الإمارات، حيث فاز المنتخب العماني على المنتخب اليمني بهدفين مقابل هدف واحد. وبهذه المباراة اليمن، ولربما إذا ما فاز المنتخب العماني ستكون النتيجة هذه أكبر نتيجة حققت ما طبعا في جميع اللقاءات اللي خاض المنتخبين في المباراة الماضية. وتحدثنا عن أكبر فوز للمنتخب العماني كان نتيجة طبعا نتيجة 2-0، كانت نتيجة 2-0، وهذه النتيجة حدثت مرتين في عام 2012 وعام 2014، وبالتالي لم يكن هنالك طبعا يعني فوز كبير للمنتخب اليمني كونه لأول مرة، عندما يعني تحدثني في أول مباراة وكان يعني الفوز الأول والأخير لحد الآن للمنتخب اليمني.
لا يوجد، لفوز كبير للمنتخب اليمني على المنتخب العماني، كونه يفوز لأول مرة بتاريخه، ولحد الآن لم نشاهد، يعني لم نشاهد المنتخب اليمني كلما يعني لعب المباراة الماضية أمام المنتخب العماني. كرة اللعب وتروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية، رمية جانبية للمنتخب العماني. الكويتي عبد الله جمال ينتظر في هذه اللحظات، وبالتالي أعتقد لاعب المنتخب العماني صلاح اليحيائي يعاني من إصابة، من الإصابة في هذه اللحظات، لكن هل سيتغير في طبعا ما تبقى من هذه المباراة عرضية وإلى رمية جانبية؟ رمية جانبية للمنتخب العماني، تغييرين في دفعة واحدة للمنتخب العماني. وهنا اللاعب رقم 9 واللي هو طبعا اللاعب عمر المالكي سيدخل، ويخرج اللاعب رقم 4 أرشد العلوي. أرشد العلوي يخرج ويدخل اللاعب رقم 9 واللي هو كما تحدثنا عمر المالكي، بينما هنالك تغيير آخر. لكن ماذا حدث في هذه اللحظات؟ هل سيخرج في هذه اللحظات أو بعد تنفيذ هذه الكرة؟ خلينا نشوف. كرة لعب عالية للمنتخب العماني، وتبعد من دفاعات اليمن وتروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية. نعم أحبة المشاهدين، محبينا ومتابعي قناة وان سبورت وان نيوز أينما كنتم، ما زال تقدم حاضر لعمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونحن وإياكم وصلنا لدقيقة 72، وكما تحدثنا هنالك يعني تغيير لحد الآن تغييرين، وهنالك أيضا لاعب آخر واللي هو الزاهر الأخبري اللي سيدخل في هذه اللحظات، ولاعب المنتخب اليمني لاعب رقم 18 أيضا واللي هو محمد الضاحي اللي سيدخل. محمد الضاحي يدخل في هذه اللحظات، لكن لم نشاهد اللاعب اللي خرج. هل سنشاهد في هذه اللحظات كرة لعب عالية خطيرة بالرأس وتروح إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب العماني أو للمنتخب اليمني؟ نعم أحبة المشاهدين، محبينا ومتابعينا في كل مكان أينما كنتم، بإذن الله تعالى سنكون معكم بنقل الحدث أول بأول بإذن الله تعالى. قناة وان نيوز ستكون معكم بإذن الله تعالى بنقل الحدث أول بأول، لكن علينا أن نتحدث عن هذه المباراة فقط، وعلينا أن نكون يعني في هذه المباراة، يعني أكيد نكون حاضرين في هذه المباراة، وبالتالي بجو هذه المباراة لم نخرج في جو المباراة. كرة اللعب لليمن وتبعت من دفاعات المنتخب اليماني السعيد في وسط الملعب، تعود الكرة لحروان الزبيدي، تبعد تعود مرة أخرى للمنتخب العماني في الجهة البعيدة، كرة تصل لصلاح اليحيائي، إلى صلاح يلعب الكرة عرضية وتبعد من دفاعات المنتخب اليمني وتروح إلى ضربة ركنية أخرى. تغيير آخر في هذه اللحظات أعتقد، نعم هنالك ثلاث لاعبين بدفعة واحدة للمنتخب العماني، خروج للاعب أرشد العلوي وصلاح اليحيائي، ودخول عمر المالكي وزاهر الأخبري، واللاعب رقم 15 واللي هو طبعا مصعب المعمري. مصعب المعمري، ثلاث لاعبين دخلوا في هذه اللحظات وخرجوا ثلاث لاعبين. حسام صبحي يخرج، وأيضا اللاعب صلاح اليحيائي يخرج، وأرشد العلوي أيضا يخرج، وهنالك ثلاث تغييرات
اللي دخلوا في أراضية الملعب عمر المالكي وزاهر الأخطري ومصعب المعمري. نعم أحبتي المشاهدين محبينا ومتابعي قناة وان نيوز أينما كنتم، سنكون بإذن الله تعالى معكم بنقل جميع مباريات بطولة كأس الخليج وبإذن الله تعالى، لكن في مباراة هذا اليوم ونكون بإذن الله تعالى بنقل مباشر لمباراة منتخبنا الوطني والمنتخب السعودي. كرة لعب عالية خطيرة للمنتخب العماني، راسية وتبعد من دفاعات المنتخب اليمني، ممكن يسدد في هذه اللحظات إلى زاهر الأخبري، زاهر عرضية خطيرة للمنتخب العماني وتبعد من دفاعات اليمن وتعود مرة أخرى. كرة لعمان، راجع الكرة للاعب حارب سعدي، حارب سعدي رجع الكرة إلى جمعة الحبسي، جمعة الحبسي لمحمد المسلمي، محمد يلعب الكرة لأحمد الكعبي، أحمد الكرة إلى زاهر الأخبري، زاهر الأخبري يحول بالكرة، ممكن يعني يضغطون لاعب المنتخب العماني على منتخب اليمن في هذه اللحظات، ولكن يعني نعلم جميعا ونعلم جيدا أن المنتخب اليمني إذا ما تقدم للأمام وبالتالي لربما يستقبل هدف آخر. يلعب في هذه طبعا يلعب بهذا الأسلوب وبهكذا يعني مباراة، وبالتالي يلعب على يعني التشكيلة الدفاعية وعلى المرتدات، وبالتالي لربما يأتي بهدف التعادل في هذه اللحظات. تغيير للمنتخب اليمني، أحمد الحميري، أحمد الحميري يدخل في هذه اللحظات، وخروج للاعب رقم 8 واللي هو طبعا اللاعب أنس المعري، أنس المعري يخرج ويدخل اللاعب رقم 8 واللي هو طبعا اللاعب اللي هو أحمد المحري رقم 7، يدخل ويخرج اللاعب رقم 8 أنس المعري في هذه اللحظات. أحمد الحميري دخل في هذه اللحظات وخرج اللاعب رقم 8 واللي هو أنس المعري. كرة اللعب لعمان، الكرة للاعب رقم 15 واللي هو طبعا للمنتخب العماني في هذه اللحظات، يحاولون خطيرة للمنتخب اليمني والمنتخب العماني ولكن تروح إلى خارج أراضية الملعب. مصعب المعمري تروح الكرة إلى خارج أراضية الملعب، أقل من 12 دقيقة باقية على نهاية شوط المباراة الثاني، تسديدة قوية في الكرة الماضية وراحت إلى خارج أراضية الملعب. نتحدث عن آخر لقاء جمع ما بين المنتخبين كان بتاريخ 28/8 عام 2019. كرة اللعب عالية خطيرة بالرأس وتروح إلى خارج أراضية الملعب. نعم أحبتي المشاهدين، نتحدث عن آخر لقاء جمع ما بين المنتخبين عمان والمنتخب اليمني كان بتاريخ 28/8 عام 2019 في مباراة ودية، حيث استطاع المنتخب العماني بالفوز على اليمن بهدف دون رد. آخر مباراة اللي جمعت ما بين الفريقين يعني هذه المباراة اللي فاز من خلال المنتخب العماني، لكن بتلك المباراة كانت مباراة ودية يعني غير رسمية، وبالتالي تحسب ما بين المنتخبين بلقاءات المواجهات طبعا ما بين الفريقين. في جميع اللقاءات ما بين الفريقين سجلت عمان 12 هدف بينما سجل المنتخب اليمني 5 أهداف. في هذه المباراة أصبح رصيد المنتخب العماني بعد تسجيل 3 أهداف إلى 15 هدف، بينما يعني المنتخب اليمني اللي يصبح رصيده إلى 7 نقاط بعد أن سجل هدفين في هذه المباراة وبشباك المنتخب العماني. كرة اللعب لعمان، ربيع العلوي يرجع الكرة للخلف، لاعبين المنتخب العماني يحاولون الكرة بالخطأ
من اللاعب زاهر الأخبري وتروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية. رمية جانبية تلعب لعمان في وسط الملعب في هذه اللحظات، كرات متبادلة من هنا ومن هناك، وبالتالي كرة تصل لزاهر. زاهر الأخبري يلعب الكرة للأمام، ممكن من خلال هذه اللحظات وتبعد الكرة الماضية بشكل جميل من اللاعب أحمد الحميري وتروح إلى الخارج وتعود مرة أخرى. ممكن تسديدة يا مصعب في هذه اللحظات، تعود الكرة لأحمد الكعبي. أحمد يلعب الكرة للاعب عمر المالكي وراجع الكرة لأحمد الكعبي. مناولات جميلة، كرات متبادلة ما بين لاعبي المنتخب العماني في هذه اللحظات. يسيطر على مجريات هذه المباراة. كرة الأمام عمان تحاول في هذه اللحظات، يحاولون ويريدون أن يسجلوا طبعا هدف رابع، كما هو المنتخب يعني الحال على المنتخب اليمني اللي يريد من خلال هذه اللحظات أن يأتي بهدف التعادل. المنتخب العماني حقق هذه البطولة مرتين، بينما المنتخب اليمني لم يحقق أي بطولة لحد الآن. منتخب جميع المنتخبات اللي مشاركة في هذه البطولة حققت يعني هذه البطولة. المنتخب الكويتي 10 مرات حقق البطولة، العراق 3 مرات، قطر 3 مرات، المنتخب السعودي 3 مرات، والمنتخب الإماراتي مرتين، وأيضا المنتخب البحريني مرة واحدة. كرة اللعب عمان مرتين، بينما المنتخب اليمني بدون طبعا أي بطولة، بدون أي إنجاز في هذه البطولة. كم أتمنى أن يعود المنتخب اليماني في طبعا السنوات المقبلة بإذن الله تعالى، ونريد أن نشاهد المنتخب اليمني واحد من المنتخبات المتطورة في طبعا القارة الآسيوية وفي البطولات العربية. حكم المباراة السيد عبد الله جمال يطالب بلاعب منتخب اليمن واللي هو أحمد الوجيه أن طبعا يبتعد أكثر ويعيد الكرة، وبالتالي تلعب الكرة للمنتخب اليمني وتروح إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية. وصلنا وإياكم إلى الدقيقة 83 وما زال التقدم حاضر في هذه المباراة لمصلحة المنتخب العماني على الأبيض اليماني. 3 أهداف غالية لعمان في هذه المباراة، كونه واجه واحد من المنتخبات وواجه صعوبة هذه المباراة. في مباراة يعني أعتقد في شوط المباراة الأول نزل المنتخب العماني في أرضية الملعب بكل أريحية، لكن يعني أتى الرد من لاعب المنتخب اليمني وتقدموا عليهم بهدفين مقابل هدف واحد. استطاع أن يتعادل في طبعا بداية أو بأواخر شوط المباراة الأول بالدقائق الأخيرة، وبالتالي عاد من جديد في بداية شوط المباراة الثاني كما هو الحال عليه في بداية شوط المباراة الأول، وسجل هدف ثالث في هذه المباراة. هذه الجماهير البصراوية، الجماهير العراقية الحاضرة رغم يعني هطول الأمطار في ملعب جذع النخلة الدولي، لكنهم يتابعون هذه المباراة وكرة اللعب. أعتقد لو هذا الحارس حاضر في بداية شوط المباراة الأول لربما كان المنتخب اليمني حتى ولو في هذه المباراة يتغلب على المنتخب العماني. لكن على العموم هذه فكرة أخرى، والحارس أخطأ وما في أحد ما يخطأ في كرة القدم. كرة اللعب المنتخب اليمني، الكرة يحاولون من خلال هذه اللحظات، الكرة الأمام اليمن يحاولون. يمن السعيد لم يكن سعيدا في هذه المباراة، وبالتالي هطول الأمطار أعتقد ستصعب على العراق في هذه المباراة أمام المنتخب السعودي. كرة اللعب للمنتخب الأحمر العماني عمر المالكي. عمر توقف قليلا في منتصف الملعب،
في منتصف الملعب، في وسط الملعب، وبالتالي الكرة تعود مرة أخرى للاعبي المنتخب العماني. تصل الكرة مرة أخرى لمصعب المعمري، مصعب يرجع الكرة للاعب رقم 14 أحمد الكعبي، أحمد إلى محمد المسلمي، أحمد المسلمي يرجع الكرة للخلف إلى اللاعب إبراهيم المخيني، كرة عالية تصل مرة أخرى لأحمد الكعبي. دقائق متبقية، أقل من 5 دقائق على نهاية شوط المباراة الثاني. محبينا ومتابعي قناة وان نيوز الفضائية أكيد يعني وما زال التقدم حاضر للمنتخب الأحمر العماني على الأبيض اليماني في هذه المباراة. الأحمر اليماني هو المنتخب اليمني هو أحمر اليماني، لكن في هذه المباراة يعني طقمهم أبيض من خلال مواجهة المنتخب العماني في هذه اللحظة. كرة تلعب لجميل اليحمد، كرة للأمام مقطوعة من دفاعات المنتخب اليمني، راجع الكرة مرة أخرى للاعب محمد الطيري، محمد الطيري وحكم المباراة السيد عبد الله جمال اللي يطلق صافرة بوجود خطأ وفاول للمنتخب العماني. المنتخب طبعا الحديث عن البطولة الماضية، النسخة الماضية من خلال هذه البطولة المنتخب البحريني استطاع الفوز بلقب هذه البطولة بعد أن تغلب على المنتخب السعودي في المباراة النهائية بهدف دون رد. هذه البطولة كانت يعني الأغلى للبحرين كرة جديدة وتروح إلى ضربة ركنية، كانت البطولة الأغلى في تاريخ الكرة اليمنية في تاريخ الكرة طبعا البحرينية بعد فوزهم بلقب بطولة كأس الخليج لأول مرة في تاريخه. تحدث عن المنتخب اليمني في تلك البطولة اللي طبعا خرج بالدور الأول دور المجموعات، وأيضا كما هو الحال كان على المنتخب العماني والمنتخب اليمني، لكن منتخبنا خرج في مباراة نصف نهائي أمام البحرين. كرة اللعب عالية خطيرة، ممكن تسديدة، ممكن خطيرة، جول جول. حكم المباراة ماذا يحتسب؟ ركلة مرمى، ركلة مرمى، كرة راسية ذهبية من اللاعب اللي هو أمامك اللاعب رقم 2 هو على الكرة الماضية، وجار الله يا جار الله في هذه المباراة، وبالتالي الكرة راحت إلى خارج أرضية الملعب. شوف حسرة كانت حاضرة في الكرة الماضية وكرة راسية كانت حاضرة في اللقطة الماضية من اللاعب حمزة الريمي وراحت إلى خارج أرضية الملعب. تغيير آخر في صفوف المنتخب العماني، خالد البريكي يدخل في هذه اللحظات ويخرج اللاعب رقم 9 واللي هو عمر المالكي. عمر المالكي لم يقدم في هذه المباراة، يعني دخل في شوط المباراة الثاني لكن يعني أخرجه المدرب في هذه اللحظات برانكو أو برانكو إيفانوفيتش الكرواتي، وتعود مرة أخرى لليمن. والله عاد أمطار غزيرة 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 وكثيرة في الأراضي العراقية وتحديدا في طبعا مدينة البصرة وفوق ملعب جذع النقلة الدولي. كرة اللعب يمن السعيد يحاول أن يسعد جمهوره في هذه المباراة، كرة بالخطأ تعود مرة أخرى في هذه اللحظات وتبعد الكرة الماضية من اللاعب أحمد الخميسي وتروح الكرة لم تخرج، تعود مرة أخرى إلى حارب السعدي، كرة للأمام يحاولون في هذه اللحظات، لربما نشاهد هدف في هذه اللحظات، هل سيكون هدف رابع لعمان أو هدف تعادل للمنتخب اليمني؟ كرة ممكن وحكم المباراة يطلق صافرة بوجود فاول وخطأ لليمن، فاول وخطأ مصلحة المنتخب اليمني السعيد. قدم مباراتين في هذه البطولة من أجمل المباريات، من أجمل مباريات البطولات الماضية كلها، من أجمل مباريات طبعا البطولة
قدم مباراة جميلة أمام السعودية، لكن لسوء الحظ يعني لم يحالف الحظ وبالتالي خرج بالمباراة بنتيجة 2-0 بالخسارة عرضية وتروح إلى ضربة ركنية. هذه المرة يعني يريد هنالك 6 دقائق وقت بدل الضائع مضاف على الوقت الأصلي لنهاية شوط المباراة الثاني، وما زال التقدم حاضر لعمان على اليمن، وبالتالي في هذه المباراة 6 دقائق كافية إذا ما أراد المنتخب اليمني بالتعديل أمام المنتخب العماني. عليه أن يتقدم للأمام إذا ما أراد أن يسجل هدف التعادل. خلاص في هذه المباراة يعني لا يوجد شيء أن يخسر من خلال هذه اللحظات والأمطار لربما اللي عانى من المنتخب اليمني وقلة يعني اللياقة البدنية اللي كانت حاضرة في شوط المباراة الثانية، وبعد ذلك تأخر كثيرا وتراجع كثيرا في عدة مرات، وكان بمتناول اليد للمنتخب العماني. استطاع المنتخب العماني أن يسجل 3 أهداف بعد أن كان متأخرا في بهدفين مقابل هدف واحد، واستطاع أن يسجل 3 أهداف، وبالتالي لحد الآن يتقدم على المنتخب اليمني. ركنية أخرى للمنتخب اليمني، عبد الواسع المطري وفي أجواء ممطرة ممكن أن يمطر بهدف ثالث على العمانيين في هذه اللحظات. يلا يا مطري، كرة اللعب عالية خطيرة في هذه اللحظات، ممكن تسديدة، وحكم المباراة ماذا يحتسب؟ لم يحتسب شيء في هذه اللحظات. ركلة جزاء في وقت قاتل للمنتخب اليمني، ركلة جزاء في وقت قاتل للمنتخب اليمني في هذه اللحظات، لكن حكم المباراة السعودي السيد عبد الله جمال هل سيعود إلى الفار؟ خلي نشوف في هذه اللحظات، والتدخل كان حاضر وبالتالي تشيك بينالتي، وحكم المباراة في هذه اللحظات هل يعني كان الدخول حاضر، كان التدخل حاضر في هذه المباراة أو هنالك كان تمثيل؟ لكن على ما أعتقد لم يتدخل في الكرة الماضية اللاعب العماني على لاعب المنتخب اليمني، وبالتالي يعني في هذه اللحظات ماذا يحتسب في هذه اللحظات؟ ماذا يحتسب حكم هذه المباراة السعودية السيد عبد الله جمال أو الكويتي عفوا عبد الله جمال في هذه المباراة؟ عبد الله جمال وشك بينالتي في هذه اللحظات، الحكم الكويتي يحتسب ركلة جزاء للمنتخب اليمني، لكن خلاص أعتقد يعني هو يعني في هذه اللحظات، لكن في هذه اللحظات حكم هذه المباراة السيد طبعا عبد الله جمال الكويتي وركلة جزاء، وبالتالي خلاص في هذه اللحظات يصر على تقديم لهدية كبيرة للمنتخب اليمني طبعا احتسابا لركلة جزاء. والشعب اليمني في هذه اللحظات مع المنتخب اليمني ويلا يا يماني، وبالتالي لربما نشاهد هدف وتحقيق الأماني للمنتخب اليماني، التحقيق الأماني للمنتخب اليماني في هذه اللحظات. خلي نشوف هل سيأتي المنتخب اليمني في هذه اللحظات بهدف التعادل؟ محمد الطيري على الكرة، ممكن يلا هي جول. هذا قتل اليمنيين في هذه اللحظات، وبالتالي بأوقات صعبة، أضاع لركلة جزاء. سلامات على اليمن، سلامات على الجماهير اليمنية، سلامات على الشعب اليمني. كرة يعني بهكذا أوقات تضيع والله تكون صعبة،
والله يعني أوقات صعبة قد يمر من خلال اليمنيين في هذه اللحظات بإضاعة ركلة جزاء، وهنالك التصدي كان حاضر من حارس المرمى المنتخب العماني إبراهيم المخيني، وبالتالي اللي رد الكرة ورد الاعتبار، وبالتالي رد كرة من ذهب هذه الكرة وبهذه اللحظات. والله يعني ماذا أتحدث في هذه اللحظات، فقط أقول سلامات للشعب اليمني، وإذا ما فاز المنتخب العماني سأقول مبروك للشعب العماني، للجماهير العمانية، للمنتخب العماني إذا ما حقق الفوز في هذه المباراة. مباراة كبيرة، مباراة قدمها المنتخب العماني، يعني أنا أعتقد أن المنتخب اليمني في هذه المباراة وفي المباراة الماضية رغم الخسارة في المباراتين قدم كل ما لديه في هذه البطولة، كان يستحق على الأقل أن يخرج من واحدة من المباريات بالتعادل، لكن لسوء الحظ يا أخي المنتخب اليمني غير محظوظ في هذه البطولة. كرة تعود لمنتخب اليمن مرة أخرى في أوقات حرجة، في دقائق حرجة، تسديدة ضعيفة وتروح إلى خارج أرضية الملعب. أعتقد خلاص في هذه اللحظات. مبروك للمنتخب العماني، وهارد لك، وحظا أوفر لليمن، حظا أوفر للمنتخب اليمني. خلاص يعني المنتخب اليمني أول منتخبات هذه البطولة اللي يخرج من البطولة، أول الخارجين في هذه المباراة، أول الغادرين في هذه البطولة هو المنتخب اليمني بعد أن خسر المباراتين أمام السعودية وأمام عمان، وبالتالي في أوقات حرجة حرجة حرجة. يا الله ماذا هو حال اليمنيين في هذه اللحظات، وماذا حال أصحاب القلوب الضعيفة في اليمن، وبالتالي متى ما سيصبح حال اللي لديهم حالات يعني إغماء وحالات يعني مرض، يعني حالات مرض، طبعا مرض القلوب في اليمن، وبالتالي ماذا يعني سيصبح لليمنيين في الدقيقتين باقية على نهاية المباراة وأنت تقدم كل ما لديك، وبالتالي يعني تضيع ركلة جزاء. قتلت اليمنيين، والله قتلت اليمنيين في هذه اللحظات. سلاما يا 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 بلاد يا بلاد السعداء، سلاما يا اليمن السعيد في هذه المباراة، سلاما يا يمن، سلاما وهارد لك، وحظ أوفر قدمته وكفيته ووفيته، وتحية خاصة من جميع العراقيين، تحية حب وتقدير مني أنا معلق هذه المباراة، والله أصفق لكم على ما قدمتوه في هذه المباراة. أحبتي المشاهدين، هكذا وبهذه اللحظات تأتي صافرة الحكم الكويتي السيد عبد الله جمال معلنا لنهاية المباراة بفوز المنتخب العماني على المنتخب اليمني بثلاثة أهداف مقابل هدفين حصرة على اليمنيين. أحبتي المشاهدين، انتظرونا بعد قليل بالتعليق على مباراة المنتخب العراقي والسعودي. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا معلق هذه المباراة سردار الهركي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. سهلا امامك ابراهيم المخيني حارس مرمى المنتخب العماني، وهذا السيد عبد الله جماني من الكويت في انتظار ان يطلق الصافره معلنا بدايه هذه المباراه. وهنا على بركه الله تبدا الاولى لمنتخب عمان، وننتظر هدف في الدقيقه الثانيه قد ياتي في هذه اللحظات بعد هذه الركنيه في انتظار الكره التي تنفذ الان. احمد الكعبي ينقلها في منطقه الجزاء عالية على المرمى، هو مبكرة يا أبناء السلطنة، ومنذ البداية يعلن صلاح اليحيائي الورقة التي دفع بها السيد برانكو إيفانكوفيتش حتى يسجل من خلالها مبكرا، ورأسية صلاح اليحيائي تأتي في تمام الدقيقة الثامنة لعمان، وبالتالي
حارس المرمى يتلقى الهدف الأول مبكرا. الكرة مبكرة يا صلاح في مرمى سالم الحارس. حذرنا من الكرات العرضية وبفعل ذلك من أول كرة عرضية منتخب عمان يسجل. هذا صاحب العرضية أحمد الكعبي، وقبل ذلك كان صاحب الرأسية اللاعب. عن تأكيد الهدف في هذه اللحظات، محاولة الآن في وسط الملعب منتخب اليمن، تزداد المصاعب الآن. مدير عبد ربو الرداعي هنا، المحاولة والكرة في وسط الملعب تعود لمصلحة المنتخب اليمني. حمزة حنش نقلة على الجانب، عرضية في منطقة الجزاء، وهنا المنتخب الفرص يتوالى، الجماهير تتفاعل. وهنا جمعة الحبسي يبعد إلى خارج أرضية الملعب، صاحب 26 سنة، مباراته الدولية رقم 21. هنا نقلة، الداحي في كرة، محاولة الآن تسديدة أحمد ماهر، إبراهيم المخيري، هو صافرة وركلة جزاء من جانب الحكم الكويتي السيد عبد الله جمالي. لا نقاش لا جدال، فأنا رأيت أن هنالك ركلة جزاء، وإن كان عندكم شك فسنعود إلى غرفة الفار ولأعلم هل هنا مع القرار صحيح أم لا. إبراهيم المخيني الكرة كانت ذاهبة إلى المرمى اليمن. هجوميا اليمن تحاول الآن ركلة الجزاء، حارس مرمى شرس، الله عبد الواسع المطري، وعلى الحان المطر وفي استاد البصرة هنا يعيد المنتخب اليمني إلى المباراة ويسجل هدف التعادل. اليمن هدف وعمان هدف وفرحة يمنية. سددها بقوة على يمين حارس المرمى، ذهب إبراهيم المخيني إلى اليسار وعبد الواسع. تأتي الآن عمان ولكن قطع الكرة من جانب المنتخب اليمني في انتظار تغيير اتجاه اللعب. عبد الواسع المطري يمرر في الخلف إلى هارون زبيدي. اليمن عادت والألحان في استاد البصرة عادت، وهذا عمر الداحي، احذروا لو دخل من الجهة اليسرى. عمر بالمهارة الفردية ينجح، هنا محاولة حاول الوصول أحمد ماهر. لماذا تندب الحظ؟ لماذا تنتظر؟ لماذا أنت تفكر في الفرصة التي ضاعت وأمامك أنيس المعاري؟ الأرض السعيدة، محاولة الآن، الكرة فيها باكورد، ضاعت الفرصة على المنتخب اليمني. أي حظ عاثر يملكه هذا اليمني الأبيض. هنا المحاولة، عملية لعب الكرة من خلال باكورد، وهذه الكرة التي ضاعت من المدافع الحبسي، الحارس الذي وصل إلى إنجلترا وكانت بصماته في البريمير ليج واضحة مع برايتون. محاولة مرة أخرى الآن لمصلحة المنتخب اليمني، نقلة في منطقة الجزاء والمتابعة، وحارس المرمى يغادر. خطأ لمصلحة حارس المرمى على عمر الدهر، هكذا قال حكم المباراة، لكن الفار موجود. المحاولة التي أبعدها حارس المرمى إبراهيم المخيني، وهنا اصطدم المهاجم اليمني عمر الداحي. الكرة تلعب الآن ركنية في منطقة الجزاء رأسية، ولكن إبعاد يأتي من جانب حارس المرمى، الحارس علي فضل عباس. سبعة، محاولة تنقل الآن منتخب عمان، الكرة تلعب بالرأس مرة أخرى، منذر يسدد، والكرة محاولة الآن تصل لمصلحة المنتخب اليمني، تسديد من مكان بعيد، الله عمر الداحي يسجل الهدف الثاني للمنتخب اليمني. رددي أيتها الدنيا نشيدي، رددي وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، لا ينسون أحد. هذا عمر، هذا عمر، هذا بطل ملحمة استاد البحرين. الآن يسجل في المرمى العماني، عادت اليمن، عادت اليمن، عادت السعادة إلى أصحابها. لعمان، لعمان، لعمان مرة أخرى محاولة، وهنا الكرة تلعب، والتدخل مطالبة بركلة جزاء كان فيه الخطأ. لاحظ المطالبة كانت بركلة جزاء، أي لمسة يد، محاولة ركلة حرة مباشرة، لا 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 يا علي، لا لا يا علي، لا. هدف عماني في هذه اللحظات، أخطأ الشخص.
الشاطر، والشاطر يريد المغادرة، وعمان تأتي بهدف التعادل في هذه اللحظات. علي عباس، علي فضل عباس، هنا الفار يقول الكرة اجتازت الخط وعلي يريد المغادرة. لاحظ أرشد أرسلها حارس المرمى، وبفعل المطر وخطأ كبير ربما ينهي مسيرة حارس المرمى، لكن مساندة أتت من اللاعبين والكرة بكامل محيطها أدخلت إلى المرمى. وهنا حارس المرمى محاولة الآن لمصلحة المنتخب العماني، عملية المرور، وحكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء، والمصائب على اليمن لا تأتي فرادا. هنا المصائب لا تأتي فرادا على اليمن. لاحظ هنا عملية المرور والتدخل، هل هنالك إعاقة؟ يتقدم أرشد العماني الآن من أجل الثالث، من أجل فرحة، من أجل الثالث. أوهو، ضيع العماني أرشد العلوي ركلة جزاء في توقيت صعب، ركلة الثلاث نقاط، ركلة الانتصار في شوط المباراة الأول، والمطر يساند اليمن. عبد الله جمال ينظر إلى الساعة، وهنا مشاهدينا الكرام حكم المباراة الدولي الكويتي السيد عبد الله جمال ينهي أحداث. إذن مشاهدينا الكرام أهلا بكم مرة أخرى هنا لأحداث الشوط المباراة الثاني من مباراة عمان واليمن، وأحمد الكعبي وسط الملعب، منذر العلوي وأرشد العلوي، جميل اليحمدي، حارب السعدي، كرة لعمان، محاولة التفاف، وصلاح اليحيائي، صلاح عرضية العارضة، الرأس الثانية، جول ثالث لعمان، والسلطنة تعلن أنها هنا في البصرة من أجل اللقب، وعمان تضع الهدف الثاني أو الثالث في مرمى اليمن. هنا الكرة بدأت، هنا الحكاية تحولت، وصلاح اليحيى يعرض الرأسية في العارضة، والرأسية الثانية من المهاجم عصام الصبحي وصلت إلى المرمى. لاحظ هنا لم تهتز شباكها إلى الآن، وإن شاء الله الشباك السعودية تهتز بعد هذه المباراة. محاولة الآن لمنتخب اليمن، نقلة المعاري أنيس على الجانب، تنقل، محاولة الآن لمصلحة منتخب اليمن، كثافة، نقلة، فصلوا، لا 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 لا، ليست بهذه الطريقة يا عبد الواسع، والمطر يضيع كرة على طبق من ذهب، المعاري يقلب اليسرى، سجل، وهنا عبد الواسع المطري، لاحظ هنا ضيع الكرة، لاحظ المرور، لاحظ تمرير عمان، تنقل عملية الدخول، الفرصة على الجانب، زاهر يحاول التمريرة بالخطأ الآن، والعلوي يحاول، تعود لعمان، تسديدة تصطد، ومحمد أمان، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. من الركنية الآن مع سقوط الأمطار، هل يعود اليمن؟ هل تكون في المرمى العماني؟ محاول الآن لمصلحة المنتخب اليمني، رأسية، إلى خارج أرضية الملعب، حمزة وحمزة، لاحظ هنا المتابعة والرأسية، مرت بجوار القائم، حمزة وضعها في مكان صعب، لاحظ هنا في مكان صعب، والكرة إلى خارج. في رحلة انتظار لمدة 6 دقائق حتى يعلن الجمالي عن النهاية، محاولة مرة أخرى في منطقة الجزاء، يحافظ عليها اللاعب اليمني، سقوط، حكم المباراة لا يشير إلى شيء، محاولة، الداحي سقط، أحمد السروري يحافظ على النتيجة، يحاول الحصول على رمية جانبية الآن، المباراة تقف، وحكم المباراة يطمئن على عمر الداحي في هذه اللحظات، هذا أحمد السروري، عمر سقط، كأنه يطالب بركلة جزاء، المباراة متوقفة، ستعود بعد التنفيذ، لاحظ، هل تدخل المدافع العماني؟ لا، لا، لاحظ، ليعود على عمان، الآن عبد الواسع المطري، الكرة على يسار إبراهيم عبد الواسع، ينقلها قريبة، محاولة الآن لليمن، تسديدة تصطد، والمحاولة مرة أخرى، لا زال أحمد السروري يتابع،
الإثارة والمتعة، واليمن تعود في آخر دقائق. محترف فلومينيز البرازيلي أحمد نسروري يتحصل الآن على ركلة جزاء، وجمهور اليمن وأعلام اليمن ترفرفه الآن، والجمهور يطرب، وحكم المباراة في انتظار تأكيد. هل تدخل؟ هل يسار الآن على السلطان؟ هل يسار الآن على السلطان العماني الواضح في المرمى؟ لا 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 لا، يرفضها السلطان، يرفضها السلطان، وإبراهيم المخيني يرد ركلة الجزاء ويقول لا 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 وألف لا. والله أصفق لكم، أصفق لكم على ما قدمتوه في هذه المباراة أحبتي المشاهدين. هكذا وبهذه اللحظات تأتي صافرة الحكم الكويتي سيد عبد الله جمال معلنا لنهاية المباراة بفوز المنتخب العماني على المنتخب